هننتقل دلوقتي لموضوع مهم، هو أنه للعام السابع على التوالي أطلق المجلس القومي للمرأة حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، واللي بيحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 من ديسمبر. وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضا شعار كوني. لتفاصيل أكتر عن هذه الحملة، حملة كوني، هنناقش ضيفتنا اللي بتنضم لنا عبر الهاتف دكتورة ريهام العاصي، رئيسة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية. دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك، وللعام السابع على التوالي بيطلق المجلس القومي للمرأة حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، أهمية هذه الحملة إيه؟ طبعا أهلا بسيادتك، ونحب نقول إنه العنف ضد المرأة يعني تطور بتطور الزمن، بمعنى انه العنف زمان ما كانش واخد الاشكال اللي احنا شايفينها النهارده. يعني كان ممكن نقسمه لعنف جسدي وعنف معنوي، والعنف الجسدي يبقى بالنسبه للمشاكل اللي كانت عندنا في مصر وفي العالم العربي، الختان، الزواج المبكر، الضرب، وهكذا. مع تطور المجتمعات وتطور التكنولوجيا ظهرت أشكال جديدة من العنف ضد المرأة، يعني زي الابتزاز الإلكتروني والتنمر وغيرها. كان لازم المجلس القومي زي المجلس القومي للمرأة تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والاتحادات النوعية المتخصصة في جامعة الدول العربية تبتدي يعني تحارب تلك الظاهرة، لأن الظاهرة دي أخذت منعطف أخطر من العنف التقليدي اللي احنا كنا متعودين عليه أو كنا بنشوفه وكان بيصدر لتشريعات قانونية بتحد منه أو بتحجمه. الحقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقول إن المرأة المصرية بتعيش عصرها الذهب، وده بيخلي مصر وسط التشريعات العربية بتاخد منحى جديد ودور ريادي جديد. الحقيقه في عهد السيد الرئيس صدر الكثير والكثير من القوانين والتشريعات القانونيه التي تحمي المراه المصريه وتصون كرامتها، سواء بقى بتشديد العقوبه على بعض الجرائم اللي كانت موجوده قبل كده زي الختان او زي منع ميراث الانثى او زي تشديد العقوبه على الزواج المبكر وزواج القاصرات، او تشديد العقوبه على التعدي على الانثى بالضرب او في التحرش او في الاغتصاب. كل الجرائم اللي بتمس المراه المصريه تعد عنف ضدها، الحقيقه صدر بيها تشريعات وتشديد للعقوبات. نعم. بالاضافه الى انه المشرع اخذ توجيهات سياده الرئيس على محمل من الجديه الشديده بانه اصدر تشريعات لمواجهه ظواهر العنف الجديده اللي بيطلبها المجتمع، يعني الابتزاز الالكتروني وما ويعني مش عايزه اقول لحضرتك ما ينتج عنه من كوارث داخل الاسر المصريه وداخل البيوت المصريه. الحقيقه العنف ضد المراه بيصنف عالميا، يعني الامم المتحده أصدرت الكثير والكثير من التشريعات، لكن للأسف الشديد ده لم يمنع الظاهرة على مستوى العالم. عندنا مثلا في مصر المجلس القومي للمرأة بيهتم اهتمام شديد جدا بأنه مش بس في 16 يوم اللي بتبدأ في يوم 25 وتنتهي بنهاية 16 يوم اللي هو يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لكن الفكرة هنا إنه إحنا طول السنة شايفين مجهودات كتيرة جدا بتقوم بيها الدكتورة مايا مرسي والفريق المعاون ليها في محاربة الظاهرة من الأساس. يعني إيه اللي نقدر نقول إن الحملة حققته من أهداف، يعني في ظل إنه بيتم إطلاقها للعام السابع على التوالي، إيه اللي اتحقق لحد النهاردة؟ بصي حضرتك، الحملة بتكون يعني القاء الضوء على ما تم. بصي حضرتك، احنا بقى عندنا كام دور من الدور اللي بتستقبل المعنفات من النساء، او الدور اللي تحمل عنوان نساء بلا مأوى.
اللي هي مخصصه للسيدات اللي بتتعرض لعنف اسري او عنف من اي شكل من الاشكال، وتلاقي نفسها بدون مأوى في الشارع. تبتدي الدور دي تحت قياده المجلس القومي للمراه انها تقدم لها رعايه صحيه ورعايه نفسيه ورعايه اجتماعيه ورعايه قانونيه. الاربع مراحل دول بيمثلوا حضرتك شكل من اشكال المساعده، لكن هو في باطنه شكل من اشكال التمكين اللي السيد الرئيس اتكلم عنه. تمكين المراه على المستوى السياسي، تمكين المراه على المستوى الاقتصادي، تمكين المراه على المستوى الاجتماعي لتاهلها انها تقدر تكون في سوق العمل وفي الحياه قادره على مواجهه كل التحديات. الموضوع مش موضوع 16 يوم دول بس. حضرتك المراه بتقابل اشكال كتير من العنف كل يوم، طبعا سواء تحرش في الشارع في العمل. طب ما هو ده حضرتك محتاج تغيير المفاهيم الثقافيه لدى المجتمع. طب مين اللي هيعمل ده؟ الحكومه بس هي اللي تقدر تعمل ده؟ التشريعات القانونيه هي اللي تقدر تعمل ده؟ ولا هنا بيجي اهميه دور المجالس القوميه والحملات اللي بيقوم بيها المجلس القومي للمراه في ان احنا نغير ثقافه المجتمع. يعني ننزل للقرى والنجوع وكل انحاء الجمهوريه ونبتدي نعمل معاهم لقاءات مره واثنين وثلاثه وندوات وتوعيه، علشان مش بس التشريع، مش بس ابقى خايف من التشريع القانوني، لكن ابقى فاهم انه للمراه حقوق داخل المجتمع. ولما تبدا اقرار الحقوق من الجهه السياديه بدايه، لما تبقى الحكومه المصريه فيها اكثر من 25% من قوامها من السيدات الفضلايات، ولما يكون ينص الدستور المصري على انه 25% من السيدات دول لازم يكونوا ليهم مقاعد في مجلس النواب والعدد يزيد، ده نوع من التمكين اللي بيفتح مجال انه حملة كوني تكون ناجحة، لأن حضرتك بقى عندك نموذج. صحيح. أنا طبعا يعني وصلت الصورة، وبشكرك جدا عليها دكتورة ريهام العاصي رئيسة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية. شكرا ليكي.